السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، النهاردة هناخد الدرس الثاني من الوحدة الرابعة، وهو درس الاحتمال. قبل ما نعرف يعني إيه الاحتمال، عايزين نفتكر مع بعض أنواع الأحداث. عندنا 3 أنواع من الأحداث: الحدث المؤكد والحدث المستحيل والحدث الممكن. أول حاجة كده الحدث المؤكد طبعا اللي هو لازم يحصل، زي إيه؟ أن تشرق الشمس من المشرق، ده شيء أكيد إن الشمس هتطلع لنا من الشرق، مفيش مرة تطلع مثلا من الغرب أو من الجنوب. تاني حاجة أن يظهر النهار بعد الليل، بعد الليل لازم يجي النهار، ما ينفعش الليل يفضل إيه مستمر على طول، دي حاجة إيه أكيدة. تاني حاجة اللي هو الحدث المستحيل، أن يطير الفيل. الفيل طبعا من المستحيل إن هو يطير، يبقى الحدث المستحيل ده بيعبر لي عن حاجة مش ممكن أبدا إن هي إيه تحصل. تاني حاجة أو تاني مثال، أن تمطر السماء ذهبا، دي برضو شيء مستحيل إن أنا ألاقي الدنيا بتمطر ذهب. طيب الأحداث الممكنة زي إيه؟ اللي هي ممكن تحصل أو ممكن ما تحصلش، زي أن تذهب الأسرة إلى المصيف كل عام. ممكن الأسرة تذهب إلى المصيف في عام من الأعوام وفي العام التاني ما تذهبش، يعني دي حاجة مش مؤكدة، دي حاجة ممكنة ممكن تحصل وممكن لا. برضو أن تكون الشمس ساطعة غدا، كلمة ساطعة يعني الشمس هتطلع علينا كده إيه غدا، طبعا دي ممكن برضو إيه يحصل وممكن ما يحصلش، دي حاجة إيه ممكنة. زي دلوقتي أنا مثلا عندي 3 أقلام، عندي قلم أزرق وقلم أحمر وقلم أخضر. دلوقتي أنا لو حطيت ال3 أقلام دول جوه المقلمة، دلوقتي أنا مش شايفة الأقلام بتاعتي وضعهم إيه جوه المقلمة، وحبيت إن أنا أمد إيدي وأطلع منهم قلم، هل أنا متأكدة إيه القلم اللي هيطلع لي؟ ولا ممكن يطلع أحمر، ممكن يطلع الأخضر أو الأزرق، أنا مش عارفة، فأنا هضطر أمد إيدي وبعدين بعد ما أطلع أشوف إيه اللي هيطلع لي. أنا مثلا طلعت دلوقتي لقيته القلم الإيه؟ الأحمر. طيب أنا ممكن برضو أمد إيدي تاني وأطلع قلم واشوف يا ترى ايه اللي هيطلع لي، هبص مثلا الاقيه طلع لي ايه ازرق، يبقى كل دي احداث ايه ممكنه، يعني ممكن يطلع لي الاحمر او الازرق او الايه او الاخضر. طيب يعني ازاي بقى نعرف يعني ايه الاحتمال؟ الاحتمال ده بيعبر عن فرصه وقوع الحدث. يعني احنا مثلا لو اتكلمنا عن سقوط الامطار، احنا عارفين ان سقوط الامطار بيحصل في فصل الشتاء، فاحتمال سقوط الامطار في فصل الشتاء بيكون اكبر من احتمال سقوطها في فصل الايه الصيف. يعني في فصل الصيف احنا مش بنلاقي الدنيا بيسقط فيها امطار، يعني لو حصل تبقى ايه مره نادره يعني، لكن الاحتمال لسقوطها في فصل الشتاء بيكون ايه اكبر. طيب عايزين نشوفوا مثال تاني. لو احنا عندنا صندوق، دلوقتي في صندوق فيه كذا كوره، 9 كرات، في منهم كرات حمراء، في كره واحده بس خضراء، وفي كره واحده ايه زرقاء. لو احنا حبينا نمد ايدينا جوه الصندوق ده واحنا مغمضين كده عينينا، فرصة ظهور أو فرصة إن احنا نطلع كرات حمراء بيكون أكبر من ظهور من فرصة ظهور الكرة الخضراء أو الزرقاء، لأن احنا عندنا الكرة الزرقاء واحدة بس والكرة الخضراء واحدة بس، فاحتمال ظهورهم بيكون ضعيف جدا، لكن الصندوق مليان بالكرات الحمراء فيبقى احتمال ظهورها بيكون إيه؟ أكبر. طيب يبقى احنا كده هنستنتج حاجة، إن احتمال الحدث المؤكد بيساوي 1 صحيح، واحتمال الحدث المستحيل بيساوي 0، لكن الحدث الممكن احتماله بيكون كسر ما بين الايه ما بين الصفر وما بين الواحد، بيكون اكبر من الصفر وفي نفس الوقت اصغر من الايه من الواحد. عايزين نشوفوا كده امثله مع بعض نتعرف بيها ازاي نحسب الاحتمال بتاعنا. في المثال اللي قدامي صندوق به 8 كرات، ده العدد الكلي للكرات اللي موجوده في الصندوق، منها 3 كرات خضراء و5 كرات حمراء زي ما احنا شايفينها كده ايه على الرسم. فانه عند سحب كره عشوائيا، انا دلوقتي هغمض عيني وهسحب كره عشوائيا. طيب عايز اشوف بقى الاحتمال، احتمال ظهور الكره الحمراء انا هحسبه ازاي؟ طبعا احنا اتفقنا ان الاحتمال بيبقى عباره عن ايه؟ عن كسر. انا بحط في المقام العدد الكلي للكرات اللي احنا اتفقنا ان هو كان كام كره؟ 8، حطيته في المقام. طيب عدد الكرات الحمراء اللي موجوده عندي في الصندوق كام؟ هنعدهم هنلاقيهم ايه؟ 5، او هو كمان قايل لي في السؤال ان هو ايه؟ 5، فبحطها في البسط. يبقى احتمال ظهور الكره الحمراء بيساوي 5/8، 5 اسماء. طيب احتمال ظهور الكره الخضراء برضه احط شرطة الكسر، ودايما بحط في المقام العدد الكلي للكرات اللي هو 8، وبحط في البسط عدد الكرات الخضراء اللي هو 3. يبقى انت عندك هنا احتمالين ممكنين، مفيش مرة هتطلع لك مثلا في الصندوق ده كرة سوداء او كرة بيضاء، انت ما عندكش غير اللونين بس اللي هيطلعوا. طب عايزين ان احنا نجمعوا الاحتمالات الممكنة دي، ناخدوا احتمال ظهور الكرة الحمراء اللي هو 5/8، واحتمال ظهور الكرة الخضراء اللي هو 3/8، وهنجمعهم. طبعا في الجمع بنزل المقام اللي هو 8 زي ما هو، وبجمع البسط، 5 + 3 هيساوي 8.
و8 على ال8 لما البسط والمقام بيكونوا متساويين ده هيديني ايه؟ 1 صحيح. يبقى احنا هنطلع ملحوظه ان مجموع الاحتمالات الممكنه بتساوي ايه؟ 1 صحيح. عايزين نشوفوا مثال كمان عند القاء قطعه نقود معدنيه منتظمه. احنا بيبقى عندنا قطعه النقود بيبقى عليها وجهين، وجه عليه كتابه والوجه التاني بيبقى عليه صوره. احنا دلوقتي لما بنيجي نحذف قطعه النقود ديت، هل واحنا بنحذفها بنبقى عارفين انه وجه اللي هيطلع؟ لا طبعا، ممكن يطلع لي الصوره وممكن يطلع لي الايه؟ الكتابه. عند القاء قطعه النقود المعدنيه المنتظمه ديت مره واحده، عايزين نشوف احتمال ظهور الصوره هيساوي كام واحتمال ظهور الكتابه هيساوي كام. احتمال ظهور الصوره زي ما اتفقنا بحط شرطه الكسر وبحط في المقام العدد الايه؟ الاوجه اللي عندي. قطعه النقود عندها وجهين بس، عشان كده حطينا في المقام 2. طيب الصوره موجوده على كام وجه؟ على وجه واحد بس، يبقى 1/2 اللي هو نص. ممكن احوله لكسر 10 يبقى ايه؟ يبقى 5/10. احتمال ظهور الكتابه برضو حطيت في المقام العدد الكلي للاوجه 2، وفي البسط حطيت برضو 1. ليه؟ لان الكتابه بتظهر على وجه واحد من اوجه القطعه المعدنيه، ويبقى نص برضو. ولو حولناه ل10 يبقى 5/10. يبقى انا هستنتج كده ان انا ممكن اكتب الاحتمال بتاعي على هيئه كسر عادي او على هيئه كسر 10. مثال كمان عند القاء زهره النرد مره واحده. زهره النرد اولاد اللي هي الحجر النرد اللي احنا بنلعب بيه السلم والتعبان وكده، بيبقى عباره عن مكعب ليه 6 اوجه، على كل وجه من الاوجه فيه نقط بتعبر عن عدد معين. يعني مثلا الوجه ده عليه نقطه واحده يبقى عليه 1، ده نقطتين يبقى مقصود بيه الرقم 2، ده 4 نقاط يبقى ايه؟ مقصود بيه 4، رقم 4. هو عنده 6 اوجه وكل وجه مرقم بقى من الارقام من 1 ل6. طيب انا عايزه احسب احتمال ظهور العدد على الوجه العلوي. اي عدد يا اولاد؟ يعني مثلا انا ولنفرض عايزه اطلع الوجه اللي عليه رقم 4. رقم 4 ده بيظهر في كام وجه؟ بيظهر على وجه واحد بس، يبقى احط 1 في البسط. وبحط في المقام طبعا عدد الاوجه الكلي. المكعب اتفقنا بتاع حجر النرد ليه 6 اوجه، فحطيت في المقام ايه؟ 6. يبقى كله على بعضه 6، احتمال ظهور اي عدد من اوجه حجر النرد. الشكل المقابل بيمثل قرص مقسم الى 8 قطاعات مرقمه من 1 الى 8. القرص دوت يا اولاد احنا بنسميه القرص الدوار، بيبقى عليه كده مؤشر او سهم. المؤشر ده بيلف لغايه بعد كده بيستقر عند احد الارقام اللي موجودين هنا. فاحنا عندنا 8 قطاعات، كل قطاع منهم مترقم من 1 و2 و3 لحد ما وصل لغايه ايه؟ الـ8. بيقول لي فان احتمال ان يستقر السهم في القطاع الذي يحمل الرقم 7. هحط برده شرطه الكسر بتاعتي. هم كلهم 8 قطاعات، فبحط العدد الكلي 8 في المقام. بشوف الرقم 7 موجود على كم قطاع؟ هلاقيه موجود في قطاع واحد بس، عشان كده انا كتبت 1 في الايه؟ في البسط. يبقى احتمال ان يستقر السهم في القطاع الذي يحمل الرقم 7 بيساوي ايه؟ 8. وبكده اولاد في نهايه الدرس عايزين نستنتج قانون عام كده نحله بيه الاحتمال بتاعنا. احنا بنحط شرطه الكسر وبنحط فوق في البسط عدد مرات ظهور الحدث، وفي المقام بنحطه عدد النواتج الكليه. يبقى هنقوله مره كمان، الاحتمال هيساوي عدد مرات ظهور الحدث على عدد النواتج الكليه. يا رب نكون استفدنا من درس النهارده، وده اخر درس في المنهج، وبالنجاح والتوفيق ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.